عيد بلا تحرش، أو هكذا على الأقل تصفه البيانات الرسمية هذا العام. المجلس القومي للمرأة قال إن غرفة عملياته تلقت بلاغين فقط بحالات تحرش، أحدهما بدار السلام في القاهرة والثاني بالبحيرة. وأشار المجلس إلى تفقد مجموعة من ممثليه بالتنسيق مع وحدة مكافحة العنف بوزارة الداخلية بعض الأماكن العامة كالمنتزهات ودور السينما. وكانت الداخلية قد بدأت بنشر أعداد كبيرة من الشرطة النسائية بالمواقع التي تتكرر بها حوادث التحرش، خاصة بمنطقة وسط البلد بالقاهرة، لمكافحة ظاهرة كانت تقليديا ما تشغل وسائل الإعلام في كل عيد، خاصة إذا شهدت حوادث تحرش جماعي، وهو ما غاب خلال هذا العيد على ما يبدو. إذن بالفعل هل غابت هذه الظاهرة، أم أنه تم غض الطرف عنها، أم أن وسائل الإعلام لم تتناولها؟ هذا ما أبحث مع ضيفتنا من القاهرة الأستاذة عليا سليمان، مديرة الاتصال بمبادرة خارطة التحرش. مساء الخير أستاذة عليا، وأهلا وسهلا بحضرتك. يعني تقارير المجلس القومي للمرأة تقول بأنه لم تتلقى سوى بلاغين رسميين حول التحرش، ماذا عن خارطة التحرش لديكم؟ ماذا قالت هذه السنة؟ في نقطة حضرتك قلتي عليها، هي فكرة التحرش والاعتداءات الجماعية الشهيرة في وقت العيد وفي وقت الأعياد، وفكرة أنه دايما فعلا كان بيحصل اعتداءات جماعية في التجمعات وفي أماكن زي وسط البلد. لكن الأهم من ده هو فكرة أنه يعني الناس ما بتبلغش، والناس بتبلغ ليه؟ يعني هو فكرة التقبل المجتمعي للتحرش الجنسي بيأثر ازاي على الناس اللي بيتعرضوا للتحرش الجنسي. فهي فكرة انه البلاغات بالضرورة هي شيء مهم جدا، ولكن في الاخر وفي الاول هو فكرة الناس متشجعة ان هي تبلغ ولا لا. طبعا القوانين شيء بيشجع الناس ان هي تروح تبلغ او ان هي تتكلم على الموضوع، لكن في الاخر وفي الاول التحرش الجنسي كان لفترة طويلة جدا منذ 2010 أو قبل كده من الموضوعات اللي بيتقال عليها تابوهات أو المحرمات اللي محدش بيتكلم عنها، نظرا للوم الضحية أو إيه اللي نزلها. فلسه في عدد كبير من الناس بتخاف إن هي تتكلم. طبعا الاعتداءات الجماعية وفكرة ليه ده بيحصل في العيد ما فيهوش نظرية معينة تبرر ليه ده بيحصل أو تشرحه، لكن هو فكرة تاني بيرجع للتقبل المجتمعي، وانه الناس بتشوف التحرش الجنسي شيء عادي، اذا ما كانش كمان للاسف زي ما بيتقال عليه مظهر مظاهر البهجه في العيد. طبعا، بس حضرتك السنه دي هل لاحظتم اكثر يعني خفوت هذه الظاهره اكثر من غيرها من السنوات؟ هل تقرير القومي للمراه بالفعل اصاب الحقيقه 100% بانه يعني من حالات تحرش جماعي اليوم الى اختفاء شبه تام للظاهره، الى اي مدى هذا صحيح؟ اولا هو فكره انه احنا يعني كخريطه التحرش احنا بنرصد عن طريق الخريطه بتاعتنا، لكن فكره انه احنا نتاكد من البلاغات اللي وصلت ده احنا مش هنقدر ان احنا نعرفه، حتى الابحاث نفسها. لا ماذا تكشف لكم من عملكم الميداني هذا العيد؟ هل كان في تحرش ام لا؟ من خبرتكم بغض النظر عن اي تقارير اخرى، ماذا لديكم انتم حول التحرش هذه السنه؟ علشان كده انا بس كنت بقول في الاول هو فكره انه الحاجات اللي احنا كنا بنشوفها سواء حتى في الاعلام او بشكل الناس بتبلغ على مواقع التواصل الاجتماعي او فكره ان هي بتتكلم، ده بيقيس حاجه طبعا وبيتكلم عن حاجه مهمه جدا، لكن احنا ما نقدرش ان احنا نفهم من البلاغات دي الظاهره دي قلت ولا لا، نظرا لانه في ناس كتيره جدا بيحصل لها ده وما بتتكلمش. يعني فكره انه وسط البلد مشهوره بالتحرش الجنسي ده حقيقي، ولكن هذا ليس المكان الوحيد الذي يحدث فيه تحرش جنسي في مصر، أو فكرة أن القاهرة هو المكان الوحيد الذي يحدث فيه تحرش جنسي في مصر، وده مع مواقع التواصل الاجتماعي وانتشارها باين قد إيه في تحرش جنسي في المحافظات بيحصل ومحدش يعرف عنه لأنه الناس بتخاف تتكلم. وطبعا هنا دور الإعلام مهم جدا ودور المواقع التواصل الاجتماعي مهمة جدا.
عندما أعلنا عن وطبعا الحلقة اليوم بأنه أحد موضوعاتنا التي سنتناولها هي تراجع ظاهرة التحرش، الحقيقة يعني توقفت عن بعض الردود التي لفتت نظري، إذ قال البعض يا أستاذة عليا بأنه ربما بسبب انشغالهم بمتابعة المونديال كأس العالم لكرة القدم. ما رأيك؟ يعني هل هذا قد يكون تفسير لغياب ظاهرة على الأقل التحرش الجماعي بأنه الشباب مشغولين بيشوفوا كرة القدم؟ في كذا حاجه ممكن تكون راجعه ليها. طبعا موضوع الانشغال الناس او فكره انه الناس ما نزلتش اصلا الشارع، ده برضو احنا مش متاكدين منه او ما نقدرش ان احنا نقيسه، بس في كذا حاجه. فكره انه هل الناس ابتدت تخاف لما عرفت انه ايا كان القرار ان هم هياخدوه ان هم يتحرشوا ما بقاش في تقبل اجتماعي ليه، او ان هم بقوا خايفين ان هم يتفتحوا على السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي، او ان هم بقوا فعلا مثلا منشغلين بحاجات تانية بتحصل في الإعلام وفي الأخبار وفي الأعياد اللي كان بيحصل. إنه دايما كان فكرة إنه في شخص بيتدخل مثلا يوقف اللي بيحصل فالموضوع بيقف، لكن لو الشخص ده ما اتدخلش وبدل ما يتدخل تدخل إيجابي يتحرش فبيبقى يتحول لاعتداء جماعي. هو هنا فكرة التدخل الإيجابي مهمة جدا، فعلشان كده الناس اللي بتتدخل تدخل إيجابي فعلا في كذا حادثة قبل كده ساهموا إنه الحادثة دي بتقف قبل ما تحصل يعني. نعم، شكرا لك جزيل الشكر الأستاذة عليا سليمان مديرة الاتصال بمبادرة خارطة التحرر.